نروح بقى زي ما متعودين لحضراتكم دلوقتي نتابع اخبار النادي الاهلي فرقه المختلفه مع سالة حامد من مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالة صباح الخير عليكي ونصبح لك انا وكريم. صباح الخير، برحب بك انا هواند وبرحب بك طبعا يا كريم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده في بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي. هكون دلوقتي معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اقول لكم كل الاخبار والامور المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي وكمان الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر بيتسو موسيماني. بس خليني قبل يعني ما اتكلم عن جميع اخبار الفرق الرياضيه اقول لكل ام مصريه كل سنه وحضرتك طيبه، طبعا بمناسبه عيد الام. يا رب دايما كل الامهات يا نهاوند ويا كريم في صحه وخير وفي سعاده دايما. طبعا خليني بقى ارجع لاخبار جميع الفرق الرياضيه وهبتدي بالفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر بيتسو موسيماني. يمكن يعني بعد راحه سلبيه لمده 5 ايام منح المدير الفني للاعبيه بعد مباراه فيدا كلوب واللي اقيمت في الكونغو. ان شاء الله يعني الفريق هيعود يستأنف تدريباته مره اخرى يوم الثلاث يوم 23 مارس الثلاث المقبل ان شاء الله. ولكن يعني نهاوند خليني اقول لك ان يعني التدريب هيشهد عدد كبير طبعا من الغيابات، معظم لاعبي النادي الاهلي هيكونوا متواجدين في يعني انضموا وهيكونوا متواجدين في معسكر منتخب بلدهم، يعني سواء يعني منتخب مصر او المنتخب الاولمبي او يعني المنتخبات اللي بره. كمان في يعني لاعبي النادي الاهلي استاذنوا الجهاز الفني عشان يسافروا لاسرهم يعني في الخارج، والجهاز الفني يمكن وافق لبدر بنون وجونيور اجايين ان هم يسافروا عشان يقضوا بعض الوقت مع اسرتهم وهيعودوا مره اخرى للتدريبات ان شاء الله بعد انتهاء فتره الاجازه يوم الثلاث المقبل. ده بالنسبه لاخبار الفريق الاول لكره القدم. خليني اروح لاخبار الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي، وكالعاده هبتدي باحوال الفريق الاول لكره السله سيدات تحت قياده الكابتن علي هاشم. يعني وبعد طبعا مباراه امس والتركيز الشديد اللي كان موجود في المناطق الهجوم والدفاع قدروا سيدات السله ان هم يحققوا الفوز على نادي الشمس امبارح بنتيجه 73-51. يمكن كابتن علي هاشم بعد يعني المباراه قرر بدون راحه لاعبات النادي الاهلي ان هم يوصلوا تدريباتهم النهارده ان شاء الله الساعه 7 بمقر النادي استعدادا للمباراه القادمه واللي هتكون امام نادي سموحه يوم الثلاث الساعه 6 وهتقام على نفس الصاله دايما بتمرن عليها لاعبات النادي الاهلي وهي صاله الشهداء بمقر النادي. كمان رجال السله بعد فوزهم الاخير يعني في المباراه الماضيه امام نادي الاتصالات بنتيجه 96-79 المباراة اللي أقيمت على المركز الأولمبي بالمعادي النهاردة إن شاء الله هيوصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي الساعة 6 بمقر النادي عشان يستعدوا يعني لمباراة غد، مباراة مهمة وقوية تجمع ما بين النادي الأهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة 8:30 مساء في بطولة دوري السوبر للرجال وهتقام أيضا على نفس الصالة صالة الأمير عبد الله الفيصل. خليني بقى اروح لاخبار الكره الطايره داخل النادي الاهلي وهبتدي بسيدات الطايره او دايما زي ما بيحبوا يلقبوهم يعني جماهير النادي الاهلي فتيات الذهب تحت قياده الكابتن حمدي الصافي. النهارده ان شاء الله هيتمرنوا الساعه 5:30 وبعد التدريب يعني مباشره الجهاز الفني ولاعبات النادي الاهلي هيدخلوا في معسكر مغلق استعدادا لمباراه غد امام نادي الشمس وهتقام في تمام الساعه 8 مساء على صاله الشهداء بمقر النادي. كمان رجال الطايره يعني دايما هم بيتمرنوا على فتره واحده، النهارده هيتمرنوا على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه. الفتره الصباحيه تكون لمده ساعه من الساعه 12 للساعه 1 والفتره المسائيه من الساعه 8 للساعه 10 عشان يستعدوا بشكل اقوى يعني نهاوند ويا كريم لمباراه غد امام نادي الزمالك واللي هتقام في تمام الساعه 6 مساء على صاله المقاولون العرب طبعا في الادوار النهائيه من بطوله الدوري العام لكره الطايره. ده كمان يعني بالنسبه لاخبار الكره الطايره داخل النادي الاهلي استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه. كمان رجال اليد وبعد فوزهم في المباراه الاولى في الدور الثاني من بطوله الدوري امام نادي الطيران بنتيجه 41-29. يمكن بعد ايضا المباراه الكابتن طارق محروس قرر ان هو يعني يريح اللعيبه شويه لمده يوم فقط وهيعودوا النهارده ان شاء الله للتدريبات عشان يستعدوا يعني لمباريتين مهمين جدا في الدوري، مباراه يوم الخميس امام نادي
هليوبلس، ومباراه يوم الجمعه امام نادي الجيش. طبعا في طلائع الجيش في بطوله الدوري وسيدات اليد، امبارح حققوا الفوز على نادي المعادي، وفي المباراه اللي اقيمت طبعا على صاله نادي المعادي، وانتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 20-5، وده طبعا يعني كان بفضل تعليمات الكابتن يعني يحيى يوسف والاداء المتميز والاداء القوي اللي قدموه لاعبات النادي الاهلي خلال او طوال المباراه. يعني دي انا هوند ويا كريم كانت اخبار واحوال جميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي واكيد الفريق الاول لكره القدم. والان العوده مره اخرى للاستوديو. جميل جدا يا سالة، يعني اخبار حقيقي استفدنا بيها. بس انا عايزه اسالك حاجه، لان احنا كنا لسه بنتكلم عن الطقس، فانا حاسه ان انت لابسه تقيل، هل الجو فعلا دلوقتي حر برد عفوا، ولا الجو ايه دلوقتي؟ يعني انت مش حرانه؟ طيب واضح ان هي راحت مننا، مش مشكله. لا هو انا حران. اتفضلي. معاكي انا هوند، معاكي انا هوند. لا انا حرانه فعلا، الجو يعني درجه الحراره مرتفعه شويه، يمكن انا نزلت يعني من البيت بلبس تقيل شويه زي كل يوم يعني عشان لو درجه الحراره طبعا منخفضه، لكن يعني فوجئت ان درجه الحراره كانت مرتفعه النهارده، فانا لا يعني اكيد حرانه شويه يعني. تمام، شكرا ليك يا سالة جدا. شكرا. هو عموما الجو يخدع، لان انت ما تبصي كده تحسي الدنيا مغيمه، فتفتكري ان الدنيا برد، بس فعلا لكن الجو مش برد فعلا.